التكنولوجي اكثر شيوعا للفوتوفولتايك هي الهافز. تمام، شركه زي الكنديان سولار مثلا حاليا بخططوا انهم يلغوا تصنيع اللي هو الفول سيل ويصنعوا السولاكس الهاف سيل، لانه تكلفه التصنيع مش هتفرق كتير، وفي نفس الوقت الافشنسي حتزيد كتير. خلينا نشوف هذا المديول، هو عباره عن هاف سيل مديول. اوكي، الهاف سيل مديول زي ما احنا شايفينه بيستخدموا، هذا عباره عن بولي كريستالين مديول، بيستخدموا هي البولي كريستالين، دامج تقنيتين في بعض اللي هم الهاف سيل والمالتي باس بار. وبلاحظ كمان انه المديول نفسه مقسوم نصين. الفكره من وجود هاف سيل اللي هو تقليل الكرنت في نفس السيل، لما تقلل الكرنت فعندك تقريبا تاخذ ربع ريزيستنس فقط، ربع اللوسز حيكون في السيل نفسها. شغلتين حكينا عنها اللي هو زياده عدد الباسبارز. اضافه الى ذلك كمان كشركه، مثلا كشركه كنديان سولار، اضافه على ذلك انه عاملين نفسه اللي هو باي فيشر. تمام، انه بيمتش كهرباء من ورا، بيمتشها من امام من خلف، وهذا بزيد حسب اللي هو قياساتهم. عندك اللي هو الافشنسي تاع هذا المديول بتزيد حوالي هي 25% مقارنة بالمديول العادي. تمام، بتزيد حوالي 25% من المديول العادي من الأمام و30% من الخلف.